متعاقد القسمين هذا انا نجي لك السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أجبت واحد مجموعة من المشاريع التي تتعلق بتوفير المستلزمات الدراسية لفائدات معلولين المتمدرسين ثلاث سيارات لفائدات المتمدرسين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كذلك تم برمجة الدعم التربوي لفائدات كذلك فيما يخص التعليم الأولي وبشراكة مع المؤسسات الرعاية الاجتماعية تم إحداث 60 قسم للتعليم الأولي بمجموعة 20 سيارة. دونك بالنسبة لهاد السيارات نفس التسيير والتدبير ديالهم غيتم مع بشراكة مع جمعية المجتمع المدني نفس كان كاين واحد اتفاقية شراكة إطار مع الجماعة بعد غتكون اتفاقية خاصة بالتسيير والتدبير مع الجماعة والجمعية اللي غتظهر أمس فيما يخص الدعم التربوي دونك المشروع اللي صفقت عليه المجمع الإقليمية رسم دور الدراسي أثر في الشيء الأخير تكلفنا بسيب المجتمع المدني والمؤسسة المحلية في الإقليم واللي تم اختيار ديالهم بناء على واحدة الإعلان عن إبداء الاهتمام ترسيخ لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص الجمعيات إن شاء الله. نعم استكانوا نعم استكانوا ومعايير ديال الاختيار كلهم نورمال نعم استكانوا نعم استكانوا فيما يخص هلا
لا بس ما فيهمش لا امسي خفيف انا لا كنت 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 هذيك اللي واحد عند الورود حنا يلا بينا